الرياضة والقلب. ما مقدار النشاط البدني الذي يوصى به؟ توصي منظمة الصحة العالمية بما يلي: بين 5 سنوات و17 عاماً ينبغي لهم مزاولة 60 دقيقة يومياً على الأقل من النشاط البدني، وينبغي أن ينطوي هذا النشاط البدني على أنشطة لتقوية العضلات والعظام 3 مرات أسبوعياً على الأقل. بين 18 و64 عاماً النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع، وينبغي مزاولة الأنشطة المقوية للعضلات التي تستهدف المجموعات العضلية الرئيسية في 2 أو أكثر من أيام الأسبوع. 65 عاماً أو أكثر ينبغي لهم مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع. أما الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على الحركة فينبغي لهم مزاولة النشاط البدني الذي يحسن التوازن ويقي من السقوط 3 مرات أو أكثر أسبوعياً. وينبغي ممارسة جميع الأنشطة على دفعات يستمر كل منها 10 دقائق حتى تعود بالفائدة على صحة القلب والجهاز التنفسي.